يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. زوج بلاب الأليفات، يعني مو مزوجات، كل من واحد بس إنه نثية وفحل. الطيور أليفات قفص، مو أليفاتينة، يعني ما يطلعن برا القفص، بس ياكلن من الإيد. تغريدهم كلش حلو وقوي، وهسه راح أصورهن لكم. الفحل ما بي غلط طبعا، لساناته كلش حلوة، وهاي النثية أيضا لساناتها مقبولة، يعني ما بيها صوافير. اللي يريد يستفاد منهن للتغريد عند أفراخ يعلمهن، أو اللي يريد للتزاوج. الطيور ثياتهن زايفات، إذا الفحل وإذا النثية. هاي النثية رقم واحد والفحل رقم اثنين، والتك على 55 بدون قفص، والسعر ثابت. الشباب تحياتنا.